حبيتي تسجل في الجامعة في الخارج وما على بالكش كيفاش، هامليك ربع خطوات اللي لازم تتبعهم. الخطوة الأولى لازم تحوس على الجامعات والتخصصات اللي راك مهتم بهم. حوس على شروط القبول الخاصة بالطلبة الجزائريين وأجل التسجيل. الخطوة الثانية لازم تجمع كاع الوثائق اللي لازم لك في ملف التسجيل، ديبلوم وجنات إلى آخره. الخطوة الثالثة كي توجد الملف تاعك لازم تعمر لو فورمولير دانسكريبسيون تصيبو في السيت تاع لونيفرسيتي. لازم تكون تتوفر فيك جميع شروط القبول، ما تنسى حتى معلومة. الخطوة الرابعة كي تكمل تعمر لو فورمولير لازم دوكا تبعك، لازم تخلص جزء من تكاليف الدراسة تاعك. دوكا ما عليك غير تستنى يبعثوا لك رسالة القبول. إذا عندك أسئلة حول الدراسة في الخارج ما عليك غير تكونتاكتي لي اس انجل، وما تنساش تابوني.